الشيخ محمد الموسوي يفتري على الشيخ ابن باز. نعم. فهو إذا تقول لي رجب البرسي أنا أقول لك ابن باز يقول هذه شيء فتوى. لا اسمعني اسمعني شوف نموذج على عدم صلاحية. لا يكفي كل سعيد كر فتوى. لا اسمعني. لا لا حنيجي حنيجي خلينا خلينا. أنت بالذات أنت هل تعتقد بأن الأرض مسطحة أم كروية؟ أنا إيش دخل هذا؟ أسألك سؤال أجبني. كروية الأرض كروية. كروية. أنت بحكم هذه الفتوى كافر. هذه فتوى موجودة يا أخوتي شوفوها. هذه الفتوى تقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا خليني بعد شوية. القول بدوران الأرض قول باطل والاعتقاد بصحته مخرج من الملة. يعني كل من يقول هالفتوى من عبد العزيز بن باز. طيب رحمه الله. إذن الأقوال الشاذة لا يحتج بها. طيب رحمه الله. أنا لا أقول أن كل السنة نعوذ بالله أقول لك أن يكفرون من يقول أن الأرض كروية. هذه أقوال شاذة. أنت ما تجيب لي رجل البرسي. لا تجيب لي الشواذ. أنت اسألني عن رأي جمهور العلماء. وعاد على الكلام عن كثير من الجزئيات التي أثيرت مع أن الدكتور محمد الموسوي بتر كلام شيخنا عليه رحمة الله تعالى رحمة الله الشيخ لازم باز في قضية دوران الأرض ودوران الشمس. الشيخ جعل المسألة في من يجعل الشمس ثابتة لا تدور والأرض هي التي تدور ليست فتوى فقط عن الأرض على كل حال. وهذا من نسبه ما نسب إلى ابن باز أنه يكفر من يقول الأرض تدور. ليك تكذيب ابن باز لهذا الكلام تكذيب ويقول نبأ من السعودية. هذا كلام الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الشيخ ابن باز يقول تكذيب ونقد لبعض ما نشرته مجلة مصرية عن يقول عن أنه هو أهدر دما يقول إن الأرض كروية. والشيخ بن باز قصدك انه هو نفى هذا الكلام. كذب هذا الكلام. مش اهدار دم. احنا ما قلنا اهدار دم. انه قال هذا الكلام. ايوه. ولا قال هذا الكلام. وجوابي عن ذلك يقول سبحانك هذا بهتان عظيم. لقد نشر المقال الذي اشار اليه الكاتب في جميع الصحف المحليه واطلع عليه القراء في الداخل والخارج وليس فيه ذكر كرويه الارض بنفي ولا اثبات فضلا عن اهتار دم من قال بها. وقد وقع فيما نقلته في المقال من كلام العلامه ابن القيم رحمه الله ما يدل على اثبات كرويه الارض. فكيف جاز لفلان أو من نقل إليه هذا النبأ أن يقدم على هذا البهتان الصريح وينسبه إلى مقال قد نشر في العالم وقرأه الناس؟ سبحان الله ما أعظم جرأة هذا المفتري. ولكن ليس بغريب أن يصدر مثل هذا الافتراء عن أنصار الإلحاد والمذاهب الهدامة. وإنما يقول إنما أهدرت في المقال دم من قال إن الشمس ثابتة لا جارية بعد استتابته. وما ذلك إلا لأن إنكار جري الشمس تكذيب لله سبحانه وتعالى وتكذيب لكتابه العظيم وتكذيب لرسوله الكريم. وقد علم بالضرورة من دين الإسلام وبالأدلة القطعية وبإجماع أهل العلم أن من كذب الله أو رسوله أو كتابه فهو كافر حلال الدم والمال ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. أظن يشير إلى قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها. نعم. ذلك تقدير العزيز العليم. أن الأرض كروية كافر تختلف. طيب المهم هذه هو يقول ما قلت هو يقول ما قلت يقول ما تكلمت عن ال... هو يقول ما تكلمت عن الانترنت عن ذكر كروية الأرض. ما قال كروية الأرض. لم يهدل. هذه قضية مختلفة. لا ما اقرأها 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 المختلفة اقرأ المختلفة. لم نقرأ المقال وهذا قضية أقرأ هو قال هو قال أنا لم أتحدث في كروية الأرض بنفس لم يتحدث عن كروية الأرض. لم يهدر دم أحد. لا لم يتحدث عن كروية الأرض. أرجع للمقال. قال وليس فيه ذكر كروية الأرض بنفي ولا إثبات. في المقال. وين المقال؟ وين المقال؟ على كل حال طيب. هذا لا جابه. هذا لا ذكرنا ذكرنا أمرين للشيخ الروحاني والشيخ بن باز. أعزائي المشاهدين الآن حبة طوال في الحلقة.